اسمي سلا محمد. النهارده هنلعب لعبة تعليمية عن مادة هنا. هي اللعبة مكتوبة معانا لوحة مكتوبة عليها من هنا لحد هنا، ومعانا صندوق فيه أسئلة، فيه اللي هي الكروت دي مكتوب عليها أسئلة عن المادة، وكمان معانا علينا زهرة بنرميها على حسب الرقم اللي بيطلع على الزهرة. مثلا هي طلعت على رقم 4 تروح هي واخدة الكارت رقم 4 وتقف عليه بالعربية دي وتقرأ السؤال وتجاوب عليه. لو جاوبت صح هي اللي تكسب وتطلع رقمين، بتبقى عند رقم 6. لو جاوبت غلط هتقل رقمين كمان وهتبقى